السؤال الأول، هل طلاب العلم في البندق هم من صنف سبيل الله؟ نعم، نص على هذا الفقهاء والمفسرون أيضا، ذكر هذا الإمام القرطبي في تفسيره وصرح به أكثر من غيره من المفسرين. بعض المفسرين ألمح إلى هذا، لكن يعني أوضح من صرح بهذا الإمام القرطبي، صرح بأنه في سبيل الله ليس فقط المجاهدون في سبيل الله، إنما يدخل في ذلك صنف أهل العلم العلماء وطلاب العلم، فهو داخل في سبيل الله. الفقهاء ذكروا هذا أيضا في باب الزكاة. فالسؤال الثاني، كيف يعني ماذا نفعل حتى نسهر فنقيم الليل؟ يعني كيف يستيقظ على قيام الليل؟ يتوضأ ويصلي ركعتين توبة لله قبل أن ينام، ويقرأ خواتيم سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ويطلب الساعة التي يستيقظ بها وسيجد من يوقظه من الملائكة. وقد جرب هذا، جرب كثيرا، يقرأ خواتيم سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وينام. آخر ما يقرأ هذا، ويدعو الله أن يوقظه في الساعة الفلانية، وسيستيقظ بإذن الله تعالى. يتوضأ، يصلي ركعتين توبة لله، ويقرأ هذه وإن شاء الله. السؤال الثالث، كيف نتخلص، كيف نكون في طاعة الله ونتخلص من المعاصي؟ لازم أهل العلم يتخلصون من المعاصي، لازم. إذن كيف يخدمون دينهم؟ كيف نخدم ديننا؟ يعني نخدم ديننا بأيادي نجسة بالمعاصي؟ واجب نكون من الطاهرين، واجب نحاسب أنفسنا، واجب نجاهد أنفسنا، واجب نحاول أن نتقي الله بقدر الإمكان. فإذا عجزنا عن أن نكون من الأتقياء، نبحث عن صحبة عالم تقي. الإمام الغزالي قال في مثل هذه الحالة: صحبة العالم التقي من الفروض، من الواجبات الدينية، آثم من يقصر فيها، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هكذا قال رضي الله عنه ورحمه الله في كتابه المنقذ من الضلال. ولذلك الذي يصعب عليه أن يجاهد نفسه ويكون تقيا، فليسق نفسه إلى صحبة العلماء الربانيين، يبحث عنهم، إلا إذا كان صادق إلا يجدهم، وبوجوده معهم الله سبحانه وتعالى سيغسل قلبه شيئا فشيئا حتى يشعر أن الله زكاه. وكيف يشعر؟ عندما يبتعد عنهم، عندما يبتعد عنهم سيشعر بالقسوة، قسوة القلب، فيدرك أنه كان في نعمة لكن ما شعر بها. والله أعلم.